أعلن رئيس اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات داهولد عبد الجليل الأحد عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية، وكشف المتحدث في تصريحات صحفية عن بلوغ نسبة المشاركة في الاقتراع 71%، مشيرا إلى أن المجالس المحلية والجهوية حسمت كلها في الشوط الأول باستثناء بلدية واحدة، وبينما ينتظر الحسم النيابي في 22 دائرة من ضمنها 4 في الخارج خلال الشوط الثاني من الانتخابات. نسبة المشاركة 71.8، وفي المحصلة النهائية خلال الشوط الأول حسم ما يلي: بالنسبة للنيابيات تم حسم 40 دائرة انتخابية، وذهبت إلى الشوط الثاني 22 دائرة انتخابية من بينها 4 في الخارج. وبالنسبة للانتخابات الجهوية والبلدية ذات الشوط الواحد فقد تمت في جميع الدوائر المعنية ما عدا بلدية واحدة في ولاية جوديماقا، وستعاد مع الشوط الثاني إن شاء الله.